دلوقتي؟ يعني الإنجازات اللي بتحصل زي ما قلنا يا بسنت كتيرة ما بتخلص، عندنا كل يوم قصة نجاح، عندنا كل يوم إنجاز حقيقي وإنجاز تاريخي بيحصل على الأرض. من ضمن الإنجازات التاريخية دي هو إنجاز جديد حققته بطلة مصر الدولية في لعبة التنس ميار شريف، ميار اللي تم تتويجها امبارح ببطولة ألمانيا للتنس بعد فوزها على الإيطالية المنافسة ليها بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، وبكده بتنجح في دخولها ضمن أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمي. خلونا نعرف تفاصيل ونبارك لوالدة ميار الأستاذة أمل ثابت على هذه البطولة. صباح الخير يا أستاذة أمل، وألف ألف مليون مبروك لأمال، ألف مليون مبروك يا أستاذة أمال عفوا، ويعني مليون مبروك مرة تانية لميار ودخولها في التصنيف العالمي ده. ربنا يخليك. الحمد لله الحمد لله على كل حاجة الحمد لله. بنبارك لحضرتك يا أستاذة أمال. يعني حابة الأول أتكلم معاكي كده من الأول عن ميار، يعني اللي لعب تنس قبل كده عارف أن التنس دي لعبة مرهقة جدا وشاقة للأهل كمان لأن هي مكلفة، يعني خلينا نبقى متفقين، وصعبة وكامبس كتيرة أو تخييم كتير وسفر، إن ويمكن إحنا كنا على الخريطة في العالم كله، خلينا نقول إن إحنا كان تصنيفنا ما كانش موجود في المراكز الأولى أو المية الأولى. فقوليلنا كده عن ميار، النشأة بتاعتها، بتحب التنس، بدأت التنس إمتى، احكي لنا عنها. هي بدأت وهي عندها 4 سنين ونص مع أختها، كان عندها 6 سنين وبدأوا سوا. يعني بدأوا تدريب زي أي ناس، بس هي كانت كويسة مع أختها وطول عمرهم هم أول إيفنتاتهم، يعني أول 12 أول 14 16 18 كده يعني. لحد ما كانت بتاخد الأفريقية، فكان الاتحاد الدولي بيديها منح تسافر فيها بره. فمن هنا خدت الخبرة الدولية شوية وهي صغيرة. فبدأت بعد كده وهي تقريبا في تانية ثانوي أو أولى ثانوي كده، سفرناها كامب في أسبانيا. فمن ساعتها بدأت تعمل حاجة، وصل ترتيبها 575 على العالم قبل ما تحترف، لأن هي بعد كده راحت أمريكا عشان تتعلم سكولرشيب، فكان هناك برضو بتلعب تنس يعني. فأما رجعت 2019 آخر 2019 بدأت تستعد للأفريقية اللي هي كسبتها الحمد لله وراحت فيها الأولمبياد. بعد كده بدأت بقى بعد الأفريقية إن هي تقعد في أوروبا على طول وتدخل بطولات هناك متنوعة لحد ما وصلت للترتيب ده يعني. يعني مجهود وقصة إصرار وتحدي، هي مش فكرة لعبة هي بتحبها، لا هي لعبة عندها في جول أو في هدف هي شايفاه اللي هي عاوزة تكون حاجة، وفعلا بقت حاجة وكلنا النهاردة فخورين باللي هي وصلته. بس عاوزين بقى نعرف إن هو بعد تتويجها ببطولة ألمانيا المفتوحة اللي يعني قالته لك وإحساسها، وكان يعني عامل إزاي وصفها يعني للتكريم ده والتحقيق للإنجاز ده بشكل عام يعني. والله هي كانت مبسوطة جدا طبعا، هي والمدرب بتاعها، والحمد لله يعني هي حاسة ان هي ماشية على الطريق الصحيح يعني، رغم احيانا بتحصل لها اخفاقات شوية، بس انت مش هتكسب على طول ولا هتخسر على طول اكيد. فالحمد لله يعني ان هي حاسة ان هي ماشية كويس، وربنا يوفقها في اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله. طب احكي لنا بقى يا استاذه امال عنك انت بقى كأم كده، يعني زي ما قلت لك في الاول انه التنس بطول يعني من الالعاب انا اسفه الصعبه يعني للي بيلعب تنس، لانه ما كناش احنا كمصريين قادرين ان احنا نبقى موجودين في التصنيفات العالميه. دلوقتي ميار حققت حاجه زي دي، احساسك كأم بقى ايه يعني، وشايفه بنتك بتحقق هدف كبير وبتعمل كده بتفرش الطريق خلينا نقول للاجيال الجايه ان هم يقدروا يحققوا بطولات كبيره في التنس؟ بص حضرتك، انا ما عنديش ميار بس، انا عندي 4 بيلعبوا تنس والحمد لله يعني كلهم بيلعبوا كويس محققين برضو حاجات كويسة. منهم رنا الكبيرة يعني هي بتشتغل وبتلعب تنس برضو، لسه واخدة بطولة سبورتنج في السنجل والدبل. وعندي داليا في أمريكا برضو زي ميار كده بتدرس وبتلعب تنس، نفسها واخدة نفس الاتجاه يعني، واخدة نفس الاتجاه تقريبا. والأخيرة بقى روان دي لسه ثانوية عامة شوية يعني، فإيه
بس في ميول برضو للعبه صح؟ شوي. نعم في ميول عند روان برضو للعبه يعني. كلهم الحقيقه كلهم ابطال يعني. طب انا شايف بيت رياضي لله. السبب في ده بقى هل في حد في العيله هو قدوه بالنسبه لهم ولا فكره تشجيعكم انتوا ليهم يعني؟ لا هو باباها برضو كان بيتفرج على تنس، المرحوم عادل شريف هو اللي حببنا في اللعبه، وكانت خالتها بتلعب كره ريشه فكانت بتاخدهم هم صغيرين عندهم 8 9 سنين كده جنب التنس، وده كان كويس بيدي فتنس عالي قوي لكره الريشه، وهم بالاضافه لكده يعني كانوا بيجروا لوحدهم يروحوا يلعبوا فتنس يروحوا يجروا، كنت بخليهم يجروا على الكورنيش، احنا ساكنين في المنيل مثلا يلفوا ما بين كوبري الجامعه وكوبري الجيزه. طيب استاذ امال انا عاوز بس يعني اخيرا عاوز من حضرتك رساله بتوجهيها لاي يعني ربه منزل، لاي والده بطل او مشروع بطل، عاوز اقول مشروع بطل، شخص شايف اللي هو عنده امل ونفسه يبقى زي ميار، ايه اللي يعمله؟ اللي يعمله هو يصبر على ابنه ويسيبه يلعب، يعني انا كنت احيانا بعنفهم انما هو ممكن انت مش عارف في دماغه ايه، عايز يجرب ايه في الماتش، عايز يعمل ايه، فنستحملهم ونسالهم انت عملت ليه كده، المدرب بتاعهم يتفرج عليهم ويشوفهم بيغلطوا في ايه يعملوا في ايه، انت حضرتك تروح تقول للمدرب انا عايزاه يعمل كذا ما بيعملش كذا، لو المدرب يعني ما بيروحش معاه، وعلى قد ما تقدر يعني برضو ما تضغطش عليه، تخليه يلعب وماتشات كتير وتدريب كتير، بس احنا عندنا للاسف الدراسه برضو بتمنعنا في جزء من الحته دي، زي روان عندي الثانويه عامه مش هتقدر تلعب الوقت اللي زي كانت بتلعبه قبل كده مثلا. ربنا يوفقها يا رب، مجموع عالي بس الاول يعني. استاذه امال سريعا جدا، مين كان المثل الاعلى لميار يعني، سيرينا ويليامز، ماريا شرابوفا، مين؟ هي كانت بتحب كلايستر. اوكي بنشكر حضرتك أستاذة أمال يعني، وبنبارك حضرتك مرة تانية على فوز ميار المشرف، في الحقيقة اللي رفع راسنا كلنا.